السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ألقت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم الثلاثاء القبض على طالب جامعي يقطن بدوار القصورة جامعة واركي دائرة العطاوية إقليم قلعة سراغنة بتهم التشبع بالفكر المتطرف والانتماء لداعش. مصادر نقلت أن العناصر القضائية حلت صباحا بالدوار المذكورة بعد تلقيها معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول تبني ذات الشخص الذي يتابع دراسته الجامعة في مراكش. وأضافت أن المعتقل العشريني حاول الفرار بعد علمه بقدوم عناصر الأمن، إلا أن العناصر الأمنية اعتقلته بحضور عناصر الدرك الملكية هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. نشكركم على حسن المتابعة.